شمس بتغيب بالايام، حكاية صخر وتراب مرقت متل احلام، حكاية امل حكاية زهور ومي وجلسات بالفاية، حكاية عمرها كلها غيوم، حكاية زهور ومي وجلسات بالفاي، حكاية عمرها هموم دنيا كلها غيوم، وغربي بهالكون الغريب حكاية أمل. ما بعرف شو بدي اقول لك يا امل، العوض بسلامتك. الله يسلمك. يعني ما بعرف شو بدي اقول لك يا امل، انا كان لازم اطلع لعندك على الضيعه، بس شو بعرفني؟ اللي زمان ما طلعت. بعرف ما حدا عتبان عليكي، هلا صار فيكي تطلعي على الضيعه يا امينه، ريحك واسي منه. بتفوق عرستم وعلى الساعه اللي خلق فيها عرستم مش كانت ساعه نحس. هلا المهم انت كيفك؟ كيفني؟ مثل ما انك شايفه ما بقى عندي غير ولد واحد يا امينه، ومن المفروض اني شوفه اسال عنه. غريبه الصبي كيف انقطعت هيك اخباره. لك انا محلك يا امل، ما بسال عنه. ماتت اخته، مات خيه، وما تحركت فيه العاطفه. مهما صار يا امينه هيدا ابني ورح يضل ابني، ولازم اسال عنه وشوفه، ما بقى عندي غيره. طب خلص حاش تبكي، بكي خرب زوق الاولاد شو بيعذبوا، نحلي الله ما طعمني اولاد حتى ما اتعذب. لا يا امينه ما تقولي هيك، انت كان عندك ام واكيد بتعرفي قديش تعذبت كرمالك وقديش بتحبك. معك حق، الله يرحمك يا امي شو تعذبتي كرمالي. هلا المهم انت مصره تشوفيه لفاديه؟ ايه انا كرمال هيك جاي من الضيعه وتاركي هالطفله عن شوشليه، تقبرني ان شاء الله. لولاها ما كنت عشت، لشو عيشت يا أمينة؟ ما تقولي هيك أمل. هلأ المهم قومي غسلي وجهك وارتاحي من مشوار الطريق، وأنا شو بدك قدامك يا أمل. الله يوفقك يا أختي، الله يوفقك.
قوم قوم حش تدرس، قوم لعب تنس. وقت تنس هلا، عندي دروس حبيبي. اي متى رح بتخلص لي هالدرس هيدا؟ ليك شو اتفقنا انا وياك بباريس؟ شو اتفقنا؟ ما اتفقنا يا حبيبي تخفف لي شوي هالدرس وهالتعب وتهتم شوي بحياتنا. خفف لك دروس لا، انتبه لك ايه، بس بتصور عم بنتبه لك. ليك بلا فلسفه اليوم، قوم تعال روح لعب تنس بليز. حبيبي باي عقل بدها تدخل انه اترك درسي هلا وروح نلعب تنس؟ بعقلي انا فيك تقلي وحياتك عشو عم تدرس تتعب كل هالتعب؟ كرمال شو؟ كرمال المصاري يا حبيبي. طب ما عندي مصاري. حبيبي الانسان مش بس كرمال المصاري بيعيش، في اشياء كتير بيعملها الانسان حتى يعيش. مثل شو؟ الجاه؟ عندي جاه وانا قبلتك مثل ما انت من دون ما تكون طبيب، هيك على علاتك، شو رأيك؟ بس ما انا مش راضي بحالي بليز، خلينا ندفيها. ايه لك الله يرضى عليك يا فادي، الحالة معك ما بقى تنحمل. مش حالي، أنا ما بقى فيي أتحمل، شو يعني بروح بستأجر واحد يلعب معي تنس؟ قلبي ضله مشغول ومش فاضي لي، منهي بدروسه وبجامعته، طب ما أنا عندي إحساس، أنا بدي أعيش. بقولوا بالأول صباح الخير. صباح الخير. يسعد صباحك، شو قصتك أنت وياه؟ بدي روح ألعب تنس، ما بده يروح معي. وليش ما بده؟ قال عم يدرس. طيب، هذه هي المشكلة يعني؟ بسيطة، بلا تنرفزوا عصبية. يا بابا انا مجوزه ولد تلميذ ولا رجال؟ على طول بيقول لي مشغول، شو ما بقول له بيقول لي عندي دروس وعندي جامعه وما بعرف شو. يا بنتي انت اخذ رجال، لكن المسكين بعده تلميذ بالجامعه وعم يدرس طب، وانت كمان معه بالجامعه وعم تدرس طب، يعني لا هو بعده صغير ولا انت بعدك صغيره، الحمد لله صرتوا شباب واسم الله حولكم. طيب شو الحل معه؟ الحل انك تطولي بالك عليه، كلها كم سنه بالجامعه وبيرتاح بعدين. يا بابا بصير طبيب وبيبطل يلفي على البيت، ساعة مستشفى، ساعة عيادة، ساعة مريض. ما بدي يصير فيي مثل ما صار مع المرحومة ماما. ريما ما بدنا نوصل لهون، روقي انت وحاجة حامل السلم بالعرض. صباح الخير عمو. صباح الخير عمي. الله يعطيك العافية. كل هالقد عندك دروس؟ ما حضرتك بتعرف أكثر مني بدراسة الطب، الواحد إذا بيدرس ليل نهار ما بيخلص. الله يقويك. بس يا ابني أنت هلا شاب متزوج عندك زوجة، لازم تعطيها من وقتك، ولازم تعرف كمان قسم لي وقتك بين الجامعة والطب وواجباتك تجاه زوجتك. معك حق عمي، أنا هيك عم بعمل، بس ريما مش عم تخليني أعرف قسم وقتي، بدك كل وقتي إلها، مش عم تخليني أعرف أدرس، ما بقى يهمها معها إذا بعمل حكيم إيه أو لا. وهلأ إذا كنت شايف إنه الطب بده يعرقل مسيرة حياتكم الزوجية فبيسوى تتركه، لأنه التجارة منيحة يا عمو والله مبارك فيها. أنا مش عم بقول إنه التجارة مش منيحة، وبالعلامة ما منعت أنا التاجر، بس من أنا وصغير حلمي أعمل حكيم، هيدا حلمي بدي حققه. عمي مثل ما هي إلها حق الاختيار، أنا كمان إلي حق الاختيار. وانت كمان صار لازم تفكر تبني عائله، مش معقول هيك. قديش صار لكم زوجين لحد هلا ما فكرتوا تجيبوا ولد؟ يا عمو صحيح انا فرحان فيكم، لكن فرحتي بتزيد اكثر وقت بتجيبوا ولد. هلا مش وقت ولاد، مش قبل ما اخلص دراستي وريما تثبت حالها بتجارتها. لا كثير هيك، كثير هيك يا فادي، اسمح لي. يا عمو يا حبيبي الولد بأول روابط بين البي والام، وجوده بالبيت بزيد الفرحة. وإذا كنت شايف إنه الطب رح يكون حاجز بينك وبين ريما، فبسوى تفكر بأي شيء تاني حتى تضمن سعادتك وسعادة زوجتك. أنت هيك بتشوف؟ هيدا رأيك عمي؟ يا حبيبي يا عيني، أنا كل همي إني شوفك أنت وشوف زوجتك سعداء ومتفاهمين وحياتكم الزوجية على أحسن ما يرام. هيك رأيك؟ خليني أفكر. افكر.
اهلا يا خالتي. شو يا ابني؟ عرفت عن فادي شي؟ والله يا خالتي من زمان ما عدت شفته. تفضل ارتاحي. ما بدي اخذ لك من وقتك، بس انا جاي من الضيعه خصوصي تعرف شو قصته. ليش حرمني اشوفه او اعرف عنه شي؟ بدك الحقيقه؟ اكيد. فضل، ليش سكتت يا ابني؟ احكيه. فضل انك تشيليه من راسك. فادي اخذ طريقه وما عاد يسال عن حدا، نسي الكل. معقول يكون نسي امه؟ على كل إن اهلا وسهلا فيكي، وانا بقدر دلك على الجامعه اللي عم يتعلم فيها وبتقدري تسالي عني. معلش يا ابني، ما بدي اعذبك. لا ولو يا خالتي، ما في عذاب. بتعرفي الطريق اللي جيتي منه؟ اول مفرق على اليمين بتضلك طالع طلوع، هونيك الجامعه. طيب، ممنونتك يا ابني، عذبتك. ما بصير تفلي بدون ما ضيفك شيء. لا معلش، خليني اروح عبكير. الله يسعدك يا عم فادي. بدي اياكم تنسوا كل ماضيكم وبس تلبسوا وتجخوا وتشموا الهوا. بس بشرط تشموا الهوا وبترجعوا لهون. قربوا تعب. الله يطول عمرك. شكرا يا معلم. شكرا يا معلم. شكرا. شكرا يا معلم. هلا بتروحوا على مدينة الملاهي. تنبسطوا وبتلعبوا وبتتسلوا. يلا روح. الله معك. شو بك فاتح تمك ومسطر؟ ما عم بفهم شو عم بصير. دوخت ليش عم تتصرف هيك؟ ما بعرف. في موال براسي فكره، بس بعد ما استوت بعدها فجي. رئيس اذا بعدها فجي اعطيني بطبخ لك اياها على طريقتي بتستوي اوام. لا لا، انت طبخاتك صاروا معروفين، عدس ودجاج. خليني انا اطبخ لوحدي وفكر لوحدي. مثل ما بتريد يا ابو دجاج. شو رئيس؟ بحياتك ما تقول انك بتفهم او بتعرف، لانه قد ما تصير تفهم وتعرف بتضلك لا بتفهم شيء ولا بتعرف شيء. خليك دايما تلميذ بهالحياة. ها؟ طيب طيب، قومي نمشي. انه مبسوطه هيك؟ روحتي علي دروس الدنيا كرمال شو؟ كرمال نلعب تنس. مش معقوله انت ريما. ايه وشو فيها؟ ما انا كمان بدي انبسط بحياتي. بعدين حبيبي كم مره الواحد بيجي على هالدنيا؟ مرتين؟ لا، مره واحده. طيب ما قلنا لا، بس انت قررتي وعم تعملي اللي بدك اياه. اتركيني انا بليز. يا فادي الله يرضى عليك، المفروض انه ننبسط بحياتنا ونعمل تجارة تريحنا اتنيناتنا وما تاخد من وقتنا، ويكون في عنا موظفين يهتموا فيها. ما معقولة، ما معقولة انت شو عانيلي، ما معقولة. ليك لا، شو كثرة المصاري والطب؟
ما البابا قدها وقدود ورح بيورتنا ثروة ما بتاكلها النيران. وإذا نحن ما بدنا ننبسط بحياتنا، مين لازم ينبسط بحياته؟ ها؟ جاوبني، ليه ما عم تحكي؟ اقتنعت هلأ إنه صار لازم تترك الجامعة؟ ما بعرف، تركيني أفكر. فكر حبيبي، فكر قد ما بدك، بس من هلأ رح قلك إنه هالتفكير هيدا ما إله لزوم إذا حياتنا رح بتضلها جحيم. مرحبا رئيس. هلا ابو دجاج. طمني كيف هالولاد؟ عال العال، مدام كل يوم تعملهم مشروع جديد يتسلوا فيه وعم يطبطن. اليوم رحت على البنك وعملوا لي كشف حساب، طلع معنا 300,000 ليرة. وانا مفتكر انه اذا ما بنشتغل ما بناكل. لا طلع معنا ثروة. الله يزيدهم رئيس. هالمبلغ رح نقسمه بالنص. كيف؟ انت والولاد لكم النص وانا النص. معقول؟ وليش مش معقول؟ هيك اذا كان عندك شي مشروع حابب تعمله صار عندك رسمين. رئيس كل عمري احلم واتمنى افتح لي محل فلافل صغير وسميه اخ يا ام الفلافل، بس هلا بي الفلافل واخت الفلافل وام الفلافل. اخ يا ابو دجاج. اللي بيتكل على ربنا بينام ضميره مرتاح، ربنا بيرزقه. معك حق رئيس. المهم هلأ نشوف كيف بدنا ندبر هالولاد نأمن لهم مستقبلهم. أقولك شو لازم أعمل؟ بتصل بالمغفر؟ ظهرت من الصبح وما رجعت. طيب رح أنطر شوي. جاي لعندي؟ يا أهلا وسهلا، ناطرتك. مع السلامة. وين كنتي كل النهار؟ شغل بالي عليكي. رحت على الجامعة ونطرت كل النهار ويا ريت شفته. هلا بقيتي كل النهار ناطرة على باب الجامعة وما سألتي حدا عنه؟ ما بعرف ليش جبنت، استحيت اسأل عنه. كلهم شباب وبنات هيئتهم زوات، وقلت ان كان بالجامعة بيظهر وان كان برات الجامعة اكيد بيرجع وبشوفه. وبعدك بلا اكل؟ ايه ما فقت اني لازم اكل، قلت ما بدي فل، بدي انطره قدام الجامعة تيجي لابد ما اشوفه. طيب قومي تفرعي، شلحي هالاسود شيليه عنك. هلا بقوم خليني ارتاح شوي، ما بعرف ليش ركابي عم بيجعوني. قولك رح قرب؟ لا هيدي النطرة على باب الجامعة اكيد بدهم يوجعوك اجريكي، ما انت بعد بدك تعملي شي قصة لحالك. اكتر من القصص اللي صايرة معي ما بقى رح يصير، كتر خيره ربنا. قولك يا امينة كيف بدي اعرف وين بيته لفادي؟ هيدا اخر يوم تحفي على الجامعة. بتعرفي ريما عن جد ما كنت عارفك هيك لجوجي. لجوجي نسيت على شو اتفقنا؟ لا ما نسيت على شو اتفقنا، بس من حق افكر شوي بالموضوع. ما تقلي رجعنا للتفكير ولقصة بريق الزيت. ريما حبيبتي مش قصة بريق الزيت. بتعرفي رح استشير بيك بالموضوع، هو بيفهم اكثر مني ومنك، منيح هيك؟ بابا بده كرمالنا وهو من رأيي. طيب اللي بدكم اياه، بس خليني افكر شوي بالموضوع. فادي ما تخليني نرفز، انا مش كل يوم بدي اعصب وبدي اتشارع معك، مش كل يوم بدنا نرجع لزيت القصة. ريما حبيبتي ما في بالك تكوني عصبية، روقي شوي، انا رايح اجي. هلا
شو يا ريما؟ لكم من امبارح عم تتخانقوا ليش ولو؟ طولي بالك يا بنتي بلا زعل ونكد، انا بتفاهم معه. يا بابا فادي كثير عنيد، ابن ضيعه وراسه ما بيتكسر. كل عله والى دواء. ايه بس هيدا عيلته ما الى دواء، وما في طبيب رح يقدر يشفيه من هالعله. غلطانه، اليوم الطب تقدم كثير، حاجه زعل ونكد، انا رح اتفاهم معه، وبالنهايه كل شيء له ثمن وله دواء. يلا. لا يا ابني انا مش حاده. عفوا طنط متركزيني، بعتذر مني. جاي شوف شاب اسمه فادي ابو حبيب. فادي ابو حبيب؟ ايه شو بدك منه؟ فادي ابو حبيب بتعرفه؟ ايه بعرفه. شو بدك منه قولي لي؟ عاوزته قاله معي وصيه من اهله. يعني هلا بيكون جاي مسافه الطريق، يعني ما تعطيني هم، هلا بيجي الله يقويك. وينك يا ابني؟ ليش عملت فيي هيك؟ شلون امي في ناس؟ طيب وينك؟ ما عرفت شو صار فينا. بعدين نحكي بهالموضوع، هلا انت وينك؟ مين نازله؟ قاعده عند امينه. طيب انت روحي هلا لعند امينه وانا برجع بلحقك، اوكي امي؟ تؤمر يا ابني. تؤمر. يعني هيك معقول يا مرأة؟ كم يوم غايبة ما نعرف عنها شيء. امبارح المساء رحت لعند شوفير الضايعة وسألته عنها، قال من يوم اللي نزلت معه ما عاد شايفها. الله يرضى عليك يا عبد الله، ارجعي روح لعنده وقل له بس ينزل على المدينة يمرق لعند أمين ويطمننا عن أمل ويسألنا شو عملت. بكرة على الصبح هي بروح لعنده وبقول له طمنيني على هالصغيرة. يا حرام ما في احنا منا. كتر خير الله. ليكي عم تعذبك شيء؟ ابدا يا حرام، بتلعب وبتجخ وبتضحك لحالها. الله يعيشها يا بنتي، الله يعيشها. لو بضلوا الاولاد صغار كان ما في احنا منهم. بدك تجمدي الزمن ولك يا شوشليه، اللي بيعيش بده يكبر. ما بينما جسد ضيفنا جسد. حافظة أمثال؟ أنا حافظة، بس بدك غيري يكون حافظ. بدك فادي ابن أختنا أمل يحفظ قديش أمه تعذبت كرماله وكرمال بيه وأخواته، وقديش تحملت بحياتها من عذاب وقهر. مشان هيك أنت ما تتجوزتي. لك تقبر هالدنيا، نتجوزنا مصيبة وما نتجوزنا كمان مصيبة. هاي أختنا أمل تجوزت، شو طلع لها؟ ها؟ هيدا نصيبها وهيدا حظها. لك يا زلمي، ليش هيك في أوقات ناس من لما بيخلقوا من بطن أمهم بيطلع حظهم عاطل وبيعيشوا حياتهم كلها عذاب وقهر؟ يا عبد الله، بتظن أمل عرفت شي عن فادي؟ علمي علمك. فعلا برافو عليك يا فادي، قرار سليم قدرت تاخده بالوقت المناسب، هيك بدي اياك. بهالمناسبة فادي بيستاهل مني أكبر بوسة. يعني بفهم منك لو ما أخذت هيك قرار ما كنت بستاهل هيك بوسة. ولو، أنت بتستاهل كل خير. لا بابا، لو ما أخذ هالقرار ما كان بيستاهل شيء. يا لطيف قلبك شويسي. شفت بعينك شو كنت مظلومة؟ حرام، عجد وجعت لي قلبي. وكرمال هالقرار اللي اخذته رح حولكم مليون دولار باسمكم على البنك. مليون دولار؟ شفت يا فادي بابا شو منيح؟ شفت؟ هيك بتدبروا حالكم، بتوسعوا تجارتكم، وبتخلوا كل التجار ينحشدوا منكم. الله يطولنا بعمرك. يعني بابا هلا انت بتستاهل بوسه. تعال الله يخلي لي اياكم يا بنتي.
أنا ما بدي إلا رضاكم ودائماً اسمع أخبار الطيبة عنكم. شفت يا فادي، ليش بتتعبوا تدرس؟ بابا فكر بمستقبلنا وما خلينا نربح جميلة لا تعبك ولا تفكيرك. ايه بس عشرت طلب عشرت انه صار من حقي هلا انه شوف حفيدي قدام عيني قبل ما اموت. مش حالي هالحالة يا أمينة، قديش بعد بدي أمطر؟ بدي ارجع اروح على الجامعة، بركي بقدر شوفه. اسمعي مني وحاجت عزبي حالك بقى، انسي الموضوع. معقولة يا أمينة؟ يا أختي اعتبري إنك مثل ما خسرتي نبيلة وجوزك حبيب ووسيم، خسرتي فادي. يا رب دخلك. معقول عندي ابن وبدي شوفه ما بقدر، معقولة؟ أمينة، يمكن يكون صار معه شيء، منعه يلحقني لهون. بأكد لك إنه ما صار معه شيء، أنت اللي راح يصير معك. لك هيدا صبي بلا أصل، بيع أهله وضيعته. أمينة ما بقى تكفي، أنا مش عم صدق، ما عم صدق. معقول فادي الرايق اللي بيفهم المتعلم يكون هيك، يطلع منه هيك، يطلع مثل ما عم بتقول؟ ايه انت بتحسب انه انا غلطانة؟ ليه ما طلع عزاكي باخته؟ ليه ما طلع هلا عزاكي بخيه؟ ما كان مفروض يطلع لعندك ويقول لك يا امي بدي رضاكي، انا بدي اتجوز؟ ما بعرف، يمكن معك حق، بس لا، لازم حاول، لازم روح احكيه. ليش كذب؟ لا سمح الله، بركي صار معه شيء. طيب يا امل، اعملي مثل ما بدك. الله يا عبد الله، انا شايف السنه الصيفيه بدها تكون عامره. يعني اذا مثل ما قلت اكيد بتكون منيحه. يا زلمه، ثلاث ارباع اهل الضيعه المغتربين جايين السنه. ايه بس بيعود الفضل إلك وللرسائل اللي بعتلن إياها. شو بدك بالحكي؟ شفت لو بعد الضيعة مثل ما كانت ما كان حدا إجا. وحزار مين جاي كمان؟ مين؟ غالب. تذكروا لغالب يلي بالماضي رستم حرق له بيته واضطر ساعتها من بعد الحادثة يهاجروا وعائلته. ايه غالب الجحش. غالب الجحش؟ لك ايه، شو بيك نصيب؟ لما كان عم يحترق بيته أكتر شي خاف على الجحش اللي كان جوا بالحريقة، وقتها فاتت أمل وخلصت الجحش بين النيران. والبعض وقتها لقبوا غالب الجحش. يا زلمة ذاكرتك شو قوية، ما بتنسى شي أنت. كيف بدي أنسى؟ هاي حادثة مشهورة بالضيعة، بوقت استلموها لأمل صار يقولوا لها يا أمل كرمال جحش غالب كنتي بدك تموتي. غايته فحضرت غالب الجحش راجع السنة. لك وشو قال؟ يمكن يشتري بيت رستم كمان. لا بلا، الله الله يا دني، اللي رستم حرق له بيته رجع هلا يشتري له بيته لرستم. شو يا زلمه، شو هالايام كيف بتدور وبتتغير الرجال بالظروف. ما بتعرف يا عبد الله انه كل ظرف في له احكامه وله رجاله. صحيح، الدنيا دولي اوقات واو اوقات ايه. شرف. الله مع الزواج. خبرنا، شفت أمل؟ شفتها بعد عند أمينة، واللي فهمته من أمينة أنه ابن فادي نسي الدنيا ونسي أمه. بخاطركم، مع السلامة. هالحياة يا مختار علمتني أشياء كتير. من جملة الأشياء اللي علمتني إياها إني ما أستغرب شيء ولا أتعجب من شيء. سيدي رح بتكون صدمة كبيرة لأمر. الله يساعدها، شو عم تتعذب يا مختار؟ الله يساعد اللي بيجور عليه الزمن، وأمل منهم الزمن عم بيلاحقها من مطرح لمطرح. مسكينة يا زلمة، مش عم تخرط براسي؟ معقول فادي ينسى أمه اللي ما إلها غيره؟ روح.
معقول هالهيئة اللي رجع فيها؟ دخيلك يا أمينة، ما تزدي على قلبي. ما تقولي لي إنك اليوم كمان رحتي نطرتي كل نهار وبعدك بلا أكل. نطرت كل نهار ويا ريت شفته. ليه ما إجا على الجامعة؟ أنا مش مصدقة، وين وعده؟ وليش هالصبي صار هيك؟ ليك يا أمل، إني خليكي هيك تضلك تروحي تنطري ما رح أقبلها. يوم إجا شوفير الضيعة وقال أهل الضيعة مشغول بالهم عليكي. دخيلك يا أمينة، أنت مش أم ولا بتعرفي شو بيعني الولد لأمه. يا ريت الله طعمك ولد حتى تعرفي قديش بيعني لك. يمكن معك حق، بس هيك عم تتعذبي. اسمعي مني ورجعي على الضيعة أحسن لك من هالبهدلة. معلش، خليني أحاول بعد مرة وانطر هالنهار، وإذا ما أجا بكرة بروح لعنده. رفقاته دلوني وين بشوفه. بس هيك عم بتموتي حالك وكرمال مين؟ هو أصلاً منه سئلين، ناسي إنه عنده أم. مش مصدقة، شي مثل الكذب. معقول ابني أو حي الله ابن ينسى أمه وعائلته؟ أنا مش مصدقة. إيه، ما تجوز بنت الدكتور زعفراني. وإذا تجوز ليش عم يهرب مني؟ طيب روقي، قومي تحطلك شي تاكلي. ما بدي أكل ولا بدي أشرب ولا شو أنا عايشتي. طيب روقي، ليش هتعملي بحالك هيك؟ بالنتيجة رح تخسري حالك مثل ما خسرتي غيرك. يا ريت. كلمة يا ريت عمرها ما عطيت نتيجة. اسمعي مني، ابنك عمل صالحه وما سأل عنك، انت عملي صالحك وما تسألي عني. كيف؟ ولا شو؟ لا شو صالحي؟ صالحي ارجع على الضيعة عيش مع بنت اليتيمة؟ مع عمي عبد الله اللي صار على حفة قبره؟ ازرع وانكش وافلح، ولا شو كل هودي؟ لمين؟ طيب يا أمل، وبعدين؟ معلش يا أمينة، بترجاكي، خليني أجرب بعد مرة، مرة واحدة. إذا هالشي بيريحك جربي، بس قعد فكري اني مستتقلي فيكي. ها لا لا ولو، بس خليني اعرف شو السبب. ليش عم بيكذب علي؟ واذا تجوز ليش عم بيهرب مني؟ امي كيف عرفت وصلت لهون؟ مين اللي دلك؟ فادي تقبرني، ليش عملت فيي هيك؟ ليش ما رحت لعندي؟ إلي يومين نظرتك عند أمينة. يا أمي انشغلت انشغلت، ظروفي ما بتسمح لي. خيك وبيك وأختك راحوا وأنت كمان. يا لينا رجعنا خي وبي وأختي. ماما أنا تجوزت خلص، تغيرت، ما بقى ترديني لأيام الفقر والعذاب والتهتير اللي قضيتها معكم. وقتي مش لإلي، بتعرفي؟ اعملي حالك وروحي وأنا برجع بالحركة. لوين بدي روح؟ ما أنا جيت من الضيعة خصوصي لأشوفك. صار لي يومين عم بتعذب تحضيض فيك. يا أمي ما في أتأخر، عندي موعد مهم. يلا روحي. ولو يا فادي، موعدك أهم من إنك تشوف أمك وأمك تشوفك. طب شو بعمل؟ موعدي مهم مع شخص كتير مهم، بتعرفي؟ عملي حالك وروحي عند أمينة، عرفتيها ما غيرها، وأنا برجع بلحقك لهونيك. يلا أمي روحي. ريتا بتروح، روحي إن شاء الله. ولو يا فادي، ما بقى فيك تحكي دقيقة مع أمك. يا لينا يا أمي، مش قصة دقيقة ودقيقتين، وقتي مش لإلي. لا يا فادي، الهيئة القصة أكبر من هيك بكتير. مش أكبر ولا أصغر، نضل نحكي بالموضوع يعني. حملي حالك وروحي عند أميني وأنا لفك لهونيك. روحي عند أميني بقى. دخيل إجراكي، روحي فلي، أنا برجع بلحقك أمي. فادي. نعم. شوفي. ما في شي، جاي. مين هيدي؟ مرة طالبة مساعدة، مرة الهزقة لزقة. لزقة؟ يا بلا ضمير، أمك لزقة؟ هيك علموك بالجامعة؟ معلش، الله يسامحك يا ابني، الله يسامحك. Thank you.
شمس بتغيب بالايام، حكاية صخر وتراب مرقت مثل احلام، حكاية امل حكاية زهور ومي وجلسات بالفاي، حكاية عمر هموم دنيا كلها غيوم، حكاية زهور ومي وجلسات بالفاي، حكاية عمر